السلام عليكم، حياكم الله اليوم بتجربة مع الصانع الأمريكي الخطير. سيارة أسطورية، سيارة لها تاريخ عريق، سيارة بس اسمع اسمها بتحس بالطرب، تسمع صوت الإكزوز، تسمع صوت الكامز. سيارة أيوة، كيف الحال؟ الحمد لله. شو السالفة؟ والله عم بقدم برنامج. شو برنامج جديد؟ لا مو تست درايف. لا، أي برنامج؟ ملك الكامارو حبيبي. وشو صار بتست درايف؟ شغال الحمد لله. أي طيب أوكي، احنا حابينك تست درايف صح ولا لا؟ صح. ملك الكامارو فكرتي، برنامجي. لا والله، والله فكرتي احلى. ايوه يعني انا اللي بقدمه. طيب خلاص خليك في تيست درايف لو سمحت، وكلنا حابين تيست درايف وحابينك فيه. هذا البرنامج لحسن الملا. اوكي، الى اللقاء. الى اللقاء. انتشر. مشاهدينا الاعزاء، محبي وعشاق الكامارو وملاك الكامارو المعدل حول الوطن العربي، عندنا لكم هذا البرنامج الجديد والفريد من نوعه، برنامج ملك الكامارو. هذا البرنامج بنستهدف فيه كل ملاك الكامارو اللي معدلينها حتى لو كان تعديل بسيط. اذا كنتوا حابين تكونون ملوك الكامارو، ما عليكم الا انكم تشاركونا صوركم وصور سياراتكم المعدله عن طريق الرابط اللي موجود تحت، وتعبون الاستماره وتتبعون التعليمات. بعدها بنختار كم سيارة كامارو معدلة، وبنزوركم أنا وفريق عرب جي تي لمكانكم ومدينتكم، ومن يدري يمكن تكون أنت ملك الكامارو. أذكركم مرة ثانية، إذا حابين تعرفون أكثر تفاصيل زوروا الرابط اللي تحت.